بقولك ايه يا حبيبي، انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي يا حبيبتي اسألي. انت يا حبيبي كان نفسك تكون ايه؟ كان نفسي اكون ايه؟ كان نفسي اكون ازازة برفان، كل ما تدوسي على دماغي هتف في وشك. ما قلتليش يا حبيبي كان نفسك تكون ايه؟ كان نفسي اكون ايه؟ كان نفسي اكون عينك الحلوة اللي انت شايفاني بيها دي يا قلبي. طب بحس كده بقى يا حبيبي، اكيد انت فاكر تجيب لي هدية عشان عيد ميلادي ولا ايه؟ عارفة حبيبتي اي بنت عربية عيانة عايزة هدية، حامل عايزة هدية، والدة عاوزة هدية، تتخطب عاوزة هدية، هتتجوز عاوزة هدية، هتنجح عاوزة هدية، هتتخرج عاوزة هدية، عيد ميلادها عاوزة هدية، عيد جوازها عاوزة هدية. عشان كده حبيبتي بابا نقول ما بيفكرش ان هو يزور المدن العربية. ارحميني بقى يا حبيبتي، ده تالت مناسبة في نفس الشهر تطلبي مني هدية، ارحميني. وثانية بقى قبل ما تعكنيني عليا، اروق انا على نفسي. قاعد في بيتك كده زهقان، شايف مراتك، عاوز تنام، عاكنني يلا يلا يلا، مرر يلا، اطلب يلا، نكد يلا يلا يلا، زهق يلا، مراتك يلا. سلام بقى يا حبي انا.